موقع أنا السلفي. كذلك أخواني من العدل أن تعدل مع جيرانك، ولا تقف على الوحيدة، ولا تضخم الأحداث، ولا تتتبع كلمات الأطفال أو النساء أو الضعفاء أو السفهاء، فتقيم الدنيا ولا تقعدها مع جيرانك. فمن العدل أن توازن بين أخطائهم وبين حسناتهم معك حتى تمر المواقف. وهكذا من العدل العدل مع الأقارب والأرحام، العدل مع جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يعني الشعور بهم، بالدعوة لهم، بمد يد العون إن أمكن، بالتألم لآلامهم، بالفرح لفرحهم. هذا من العدل، وإلا فأنت غفلت عن أحاسيسهم وعن مشاعرهم وعما يعانون وعما هم فيه، فهذا من الظلم الشديد لهم، هذا لا يقبل منك أبدا أبدا. كن عادلا معهم. ومن العدل كما سمعنا أن تعدل حتى مع غير المسلمين. نعم، بهذا أمرنا وبهذا قامت السماوات والأرض، وهذا من أروع المعاني التي أمرنا بها المولى تبارك وتعالى، كما سمعنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى لو كنت تبغض هؤلاء، حتى لو كانوا من ألد الأعداء، هذا ليس مبررا لأن تقوم بظلمهم أو بالتعدي عليهم، هذا لا يقبل منك أبدا. الإسلام يرفض هذا تماما ويرد هذا تماما جملة وتفصيلا. إذا أنت مطالب بالعدل حتى مع أعدائك، بهذا أمر. هذه عظمة هذا الدين، هذه سماحة هذا الدين، هذه شمولية هذا الدين، أن نعدل حتى مع أعدائنا، سواء اليهود أو النصارى أو المجوس أو غيرهم. أمرنا أن نعدل مع القاسي والداني بهذه الصورة التي بيّنها ربنا تبارك وتعالى وبيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، كما وجه الكلام لأصحاب النبي عليه السلام: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يقول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم أن تظلموا هؤلاء الذين صدوكم عن المسجد الحرام، وكانوا على الشرك وظلم شديد وقع منهم، لكن أمرهم ألا يعتدوا نتيجة لما كان من أولئك، بل أمرهم بالعدل في كل الأحوال. فأنت مطالب بالعدل، ولك أن تقرأ في السيرة وفي حال الصحابة وحال الخلفاء وحال السلف، كيف كانوا يعدلون مع غير المسلمين حتى أسروا قلوبهم فدخلوا في دين الله عز وجل. والأمثلة كثيرة، المجال لا يسع لذكرها، فتأمل فيها ستجد أنها كانت بابا عظيما جدا.